La relation humaine est très importante. Et vraiment d'avancer, ce qui n'est pas. Et donc c'est pour cela en fait l'information. Parce que la pratique c'est autre chose. En tant que chaque personne. Est-ce que vous voyez? Un homme, pas d'amitié. عزيز حنجم استاذ جامعي بالمدرسه الوطنيه لتجربه السير بالداخله مشرف على هذه الندوه اللي قمنا بها اليوم تحت عنوان الرقابه والتدقيق وتسيير المخاطر فهو ملتقى علمي ومهني تجمع مجموعه من الخبراء والباحثين حول موضوع التدقيق والرقابه في المجال الخاص وكذلك في المجال العام من خلال بعض الورشات وبعض الندوات والتقديمات ارتأينا أننا نناقش أهمية وآليات التدقيق والتفحيص في الشركة الخاصة وكذلك في المرفق العمومي بما يخلو هذه التنظيمات من دور هام جدا في الرفع من المردودية وكذلك الرفع من القيمة المضافة. معكم هشام كحكحني خبير محاسب. احنا اليوم تواجدنا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بمدينة الداخلة وهذا شرف لي انني نحضر ونحضر مع الزملاء ديالي الاساتذة والطلبة اننا نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف الا وهو يعني تدبير المخاطر في واحد لوديت ديال المقاوله وكان فعلا كان واحد تبادل الافكار وكانت واحد المناقشه هامه استفد منها الجميع وانا شخصيا استفدت منها وانا سعيد جدا اني نتواجد بهذه المدينه الجميله وان شاء الله نجددوا جي اون كاستيون سور لوديتون لو دومين دوديت الوغ ما كاستيون هي لا سويفونت كومون بوتون. Bonjour. Alors, cher professeur, les interventions qui sont tous tissées afin de nous présenter le thème.